اليوم بعد في ناس بتسألك شو بك شو بهون ايديك شو بوجهك، يعني بهيدا الزمن بعد في ناس بتسأل؟ هلا كشباب وصبايا، يعني اذا بقول لك في بنت بتقول لي يا ريت انا مثلك، يعني يا ريت بتعيريني اياهم بس شوي. ليه؟ بحبهم كثير من وقت ما انا بلشت اظهرهم. انت بتحبيهم ساره؟ انا كثير. اي متى بلشت تحبيهم؟ انا من وقت ما صار معي قصه وقررت انه انزل صوره. شو صار معك؟ شو القصه اللي صار معي؟ انه انا كنت عند رفيقتي رايحه لعندها، في امها هونيك بالبيت، جيت انا انه عم بسلم عليها وكذا، مديت لها ايدها قلت لها مرحبا، كانت ضحكانه وكذا، طلعت فيها قالت لي شو هيدا على ايدك؟ قلت لها هيدا بوهاك. قالت لي شو هو البوهاك؟ قالت لي شو هو البوهاك؟ قلت لها مرض جلدي ما تخافي، لا بيعدي ولا بحك ولا شيء، بس انه تغير اللون بس. عم بتقول لي اوكي، بتعيط لبنتها لجوا بتقول لها عملي معروف قلعيها هلا خلينا نروح على الحكيم نتاكد انه ما عادتنا. انا هون سامعه كل الحديث، يعني فلت من قهرتي وصرت تفكر انه يا الله ليش هيك عم بيصير معي انا، يعني عن جد انا لا عم بعدي يعني انا حالي مش مقصرين ولا بغيري مقصرين ولا شيء، يعني ليش العالم هيك؟ صرت برم بس هيك كيف بدي فرجي العالم انه هيدا الشيء عن جد مش عيب ولا حرام ولا مرض. فوقتها قررت انه انا اظهرهم على الكاميرا وبرا الكاميرا. شو عملتي؟ نزلت صوره لي بميك اب بس مبينه. وين نزلتيها؟ على السوشيال ميديا، على انستغرام. على الانستا. شو كانت ردة فعل الناس متابعينك؟ الكل انصدم. الكل بيعرف انه انا بنت بلا ثقه. بلا ثقه؟ اي الكل بيعرف انه انا بخصوصي بهذا الموضوع انا هيك مثل ما كنت من شوي هيك، وميك اب 24 على 24 حتى بالبيت، يعني وشك. انا هيدا الموضوع كان كثير حساس بالنسبه لي. فوقتها الكل انصدم. اول شغله انه انا كيف عندي هيدي الثقه، كسرت هيدا الخوف وهيدا الحاجز 100%. مثل ما عملتي هلا، يعني انت اليوم طلعتي ساره هيدا انا قدام الملايين، عم تفرجي ايديك عم تفرجي وجهك وعم تقولي انا بحب حالي هيك، يعني انا بشوفهم حلوين. ساره انت عم تقنعي حالك او انت عن جد بتشوفيهم؟ لا حلوين. انا عن جد كثير بحبهم. شي مره ساره قلتي ليه انا جيت لعند ماما او عند بابا او هيك شكيتي لرب العالمين انه ليه انا هيك صار فيني؟ من احب عبد ابتلى. كنت بالاول حس انه هيدا الشيء ابدا لم ميزني ولا، يعني مثل ما هلا العالم تقول انه انت شيء هيدا كثير مميزك وشيء كثير حلو عليك وشيء عن جد يا ريت نحن مثلك. بالاول انا لا، فكروا مرض، عن جد مرض، هيدا مرض خطير حيقتلني بحالي نفسية مش كموت، يعني أنا كنت حموت. تعبتي كتير نفسيا؟ كتير. لوين وصلتي لما تعبتي نفسيا؟ وصلت ما عادش بدي أطلع من البيت، وصلت لقدام أهلي أنا أبي خانق. قدام أهلك؟ قدام أهلي. اليوم قدي عمرك سارة؟ أنا اليوم بلشت بـ19. العمر كله حبيبتي. لما تركت المدرسة قلتيلي تركت المدرسة، قدي تركت المدرسة؟ سنة. وبعدين كيف شو كملت؟ كيف كملت؟ رجعتي على المدرسة؟ لا، رجعت على المعهد وفضلت تمريض. ليه اخترت التمريض؟ لأنه كنت بحب اكتشف هيدي الحالة أكثر وأكثر كرمال يعني حالتك، كرمال وضعك. كرمال وضعي. فتشتي بحثتي كتير. شو طلع معك؟ طلع إنه هيدا الشيء كثير بسيط. كثير شيء ما بيعدي عادي. أبداً لا بيعدي ولا هو، كيف بدي أقول لك، سل بكل جسم، يعني أنا وأنت لوننا هيك، يعني لون الجسم الطبيعي للإنسان هيك، بس في مادة ملونة هي بتلون الجسم أحمر أسمر كتير، الميلانين. مظبوط. صحيح. فهيدي المادة عندي أنا عم بتموت. يعني من الصدمة اللي أنا وقعت فيها ماتت. أنت انصدمتي بحرب تموز بـ2006. فوقتها أنا أنه صرت شوي تموت هيدي الحالة، وقت صار في اكتئاب وحالة نفسية، وصار أنه أنا كتير هيدا الموضوع خصيصاً عم يزعجني صاروا يكتروا أكتر. شي مرة حدا وعدك بعلاج شافي؟ لأنه بتعرفي هيدا النوع من الأمراض بصير فيه بيدخل الطب العربي. مزبوط. بيقولوا لك يمكن بتجربي هيدا الدواء كتير. شو؟ شفت كذا علاج أنا، طب عربي ولا طب عادي، بس الكل إنه نفس الكلمة إنه مستحيل يروحوا، مستحيل
ابدا يروحين، يمكن يخفوا. جربتوا للعلاج؟ في حدا قال لك على 18 ممكن مزبوط تتلقي علاج وتستفيدي؟ قال لي حكيم انه في دواء حبوب تاخذيه على 18 لكرمال هرمونات، وهرمونات ما بيصوب هذا العمر لانه كنت صغيره انا. ف صرتي شو ما بدي ليه؟ صار لهم 13 سنه معي تقريبا بهيدا المحتوى اللي انا هلا فيه. يعني بقوم في انا نفس ساره، يعني نفس الشكل، نام نفس الشكل. جربت علاج، كنت جبهتي كلها سوا، يعني هلا ما في، كنت كلها ودهنت وراحوا. انا وقت راحوا انصدموا. العلاج عربي يعني؟ لا لا، دواء. دواء في وحده شافتني وضلتني على هذا الدواء. طب هلا اذا عندك دواء شافي، عندي صار ثلاثة، يعني ما بدي اقول شافي، دواء يرجع اللون. هو هذا الدواء يعني جربته انا. ايه عم اقول لك جربته على جبهتي، بس راح انصدمت. يعني اوكي انبسطت انه في علاج لهذا الموضوع، بس انا ماني هيك، يعني انا متعوده اقوم، انا هيك يعني تكويني هيك، يعني صارت انه خلقت الله مثل صار جزء منك، جزء منك ومن شخصيتك. مزبوط. طب طالما ساره حجابك منه بسبب التزام ديني، انا يمكن تكوني مؤمنه اكيد، بس عم بحكي كلباس، وطالما عندك هالقد ثقه بحالك، ليه ما بتشلحي الحجاب وبتبيني كمان جزء من جسمك كيف كنتي عايشه او كيف الصبايا اللي هلا؟ خلص انا موضوع الحجاب تعودت عليه، يعني صار لي زمان محجبه، صار لي شي 5 سنين. ما له علاقه بموضوع انك انت مخبيه البهاك؟ ابدا ابدا. انت اليوم بتشتغلي نيرس؟ مزبوط. طبيبه نفس؟ وبتعتبري انه انت كثير متصالحه مع حالك ومرتاحه مع نفسك، وشغلتك هي كثير انسانيه، يعني انت كمان لما تقولي كلمه حتاثر بكثير ناس. ساره بدي اياكي تطلعي بهالكاميرا تقولي لكثير من البنات والصبيان والصبايا، اي حدا عنده هيدي المشكله، خلينا نعتبرها مشكله. انا اللي بدي اقوله لكل حدا معه بهاك انه عن جد هيدا الشيء مش محتاج انك تخبيه، ولا محتاج انك تخاف منه، ولا تتاثر منه، ولا تكتئب منه، ولا تفكروا انه هيدا الشيء حرام وعيب او مرض معدي ولا شو ما كان. بالعكس هيدا الشيء عن جد الله بعث لك اياه تيميزك فيه، تحت تكون انت سبيشال عن كثير عالم حواليك. هو عن جد شيء كثير حلو، انا بالنسبه لي اكثر شيء حلو صار بحياتي. وانت كثير مميزه يا ساره، عم تقولي سبيشال، انت عن جد كثير مميزه. وشكرا كثير لهالرساله الملهمه ولتجربتك الحلوه ولقصتك اللي بتعلمنا، بتعلم الكل. انا بضم صوتي لصوتك ساره، وبقول ما بدي زيد شيء فوق كلامك، لانه كلامك وتجربتك كافيين انه يعطوا لكثير ناس من اللي عم بتابعونا الليله دروس كثير كبيره بالحياه. حبيب. موفقه. مثل القمر انت حبيبتي، انت القمر. ساره قالت انا حلوه لكن مختلفه، بدكم تقبلوني بمعاييري انا مش بمعايير المجتمع. هيدا انا، هيدا شكلي، يمكن مرضي ظاهر لكن في كتير امراض ما بنعرف عنها شيء لانها مخفيه. حكم لكم.